يأمل الديمقراطيون بأن نهاية ترامب سياسيا قد اقتربت على أيديهم. كانوا مختلفين حول الطريقة حتى تفجرت قضية المكالمة الهاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني فوحدتهم. إن الأفعال التي قام بها ترامب في رئاسته تشير إلى حقيقة أن الرئيس تنكر لقسمه الرئاسي وتنكر لأمننا القومي وتنكر لنزاهة انتخاباتنا. لذلك فأنا أعلن أن مجلس النواب سيمضي قدما في إجراءات التحقيق من أجل عزل الرئيس. ستنطلق الآن إجراءات اللجان المختصة في الكونغرس للتحقيق وإثبات أن ما قام به ترامب يستوجب عزله من منصبه. لكن الديمقراطيين ليسوا وحدهم في الكونغرس طبعا. إن نانسي بيلوسي هي رئيسة مجلس النواب، لكنها لا تتكلم باسم الشعب في هذه القضية. ليس بإمكانها أن تقرر بطريقة أحادية ما يحصل هنا. أما ترامب فتلقى الأخبار وهو في نيويورك يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إن الديمقراطيين سيخسرون الانتخابات، لذلك فعلوا هذا. الجميع يقول إن ما فعلته بيلوسي هو أمر إيجابي لي في الانتخابات. لا يعلم أحد إن كانت نظرية ترامب هذه صحيحة أم لا، لكن الأهم أنه أعلن بعد تمنع أنه سيكشف عن المحتوى الكامل لمحادثته مع الرئيس الأوكراني التي يدور الجدل حولها. حتى إذا نجحت مساعي الديمقراطيين وصدر قرار عزل الرئيس عن مجلس النواب حيث يمتلكون الغالبية، فإن القضية سوف تنتقل إلى مجلس الشيوخ حيث سيحتاجون إلى غالبية الثلثين. سيكون ذلك صعبا إلا إذا أظهرت التحقيقات في الكونغرس أمورا تقنع أو تجبر أنصار ترامب الجمهوريين على التخلي عنه. رافد جبوري، العربي، واشنطن.